وحاني بيلوغا شركو دا جرايد بسراكيشان سرسري حسب سياسادات كا معارد كا ودان ديرتا كو سارين كانا هادلين هابكي هنان كاي حكومة دا سومالي لان رابطو إن اي أمارتو هشيس كاي رابطو إن دولد دا إمارات كا عرابطو سالديق ملاتري كا ديكتو مغالة دا بربار اي حرون تا قبل كا ساحل وحاين حكومة دا كدل بدان إن هشيس كا نساقا اه لو مرو هاب شرعيغا وافقصن واسدي هادل كاو ديگاني مرو فادو مسيعيدو هالكاسي كا هادا شي ايا وحاي تري وحوين دولت دادن اسو سارتي ليفلت كاير اي بارلمان كيني ايو غورتي ديني با كو اندى سابتي كو اندى ترتي اي تريش اشيس عالمية بانو سوكمنا اشيس عالمية مركا عينو كا هادلينو ورطا نمبر ون وحوين تاريخ بوليه وحوليه صحيح ومال وبلغ صحيح هادانو بوق وليبا آنو صحيح لهينا وغو دنبين هالكا وغو دنبيسا با لبادة دولدود اي شيي اي صحيحا ايادو او عان تسالة كاقا ديگايا كان او هشيس عالمية اه او لبا دولدود اي وضاقالين او مركي وغو دنبيسينا عاد اركيسان ان اي لبادة دولدود اي هشيسكي اي وضا صحيحا هوتو واكا هشيس عالمية ماان تم هينو hanti dowraha guud ee federaalka Soomaaliya wuxuu cadeeyay in ay heshiiska ay galeen dawladdi Hassan Sheikh iyo dawladda kulmiye ee uu madaxweyne uu ka yahay Silanyo ama dawladda maxay Silanyo waxaanu leenahay ee kulmiye cadeeya isbaraha maanta isbaraha ma waxa tihiin ما واحدين قبل معمولات سوماليا مسا واحدين قرن أودن أو سومالي لليرها أو أه كأين أودك على الني إدتك أفتيت أي أقادن أي أمد أودم أنا كيف إنه إنا إنه نهاي ودن ليرها سومالي لان أو ديمقراطية أو ديمقراطية أودن يهاي أو مدحويني هي سلا دورتي أو برلمان كي سلا دورتي او تاغن او مانتا شرعي الله شرعي نغا حرسناني جرين هادي دولد دا سيلاني اي كلمية اي ايبيين قرن مديني آد بانو وحو نهاية سو عدايا تانو هشيس ما ها اي او وينو عركينا وحوين عفر تابو او وحا لوحو يهي عان الله قرنين او مير سحي كوچرين او مير محاية هاي تحيطا اي signature yari u saarin yahayna aanu saarnayne heshiis ma aha inoo soo saaro oo heshiis caalami ah oo aad la gasheen oo leedihiin Somaliland iyo isku taga Emiraatka galay bal oo labada saxiixba ay sida ugu isku baaliyaan bal noo soo saara orantii todobaadkan ayay ahayd markii baarlamaanka Somaliland uu cod aqlabiyada ku meel mariyay in saldhig military imaraadku ka dhigto magaalada Barbar ee xarunta gobolka Saaxil waxana inta kadib soo baxay diidmo joogta oo mucaaradka Soomaaliland kaga soo horjeedo arrinkan isaga ah lamana garan karo halka uu ku dambeyn doono iyo halka uu saldhigan doono qadarka Fikalsan TV Hargeysa.